الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بخطوات ثابتة نحو استعادة لقب دوري المحترفين والمنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي. تمكن كوماندو زياد الزمالك من الفوز على طلائع الجيش أمس في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري، والتي يشارك فيها 8 أندية للمنافسة على اللقب. أثبت فريق يد الزمالك تحت القيادة الفنية للكابتن مجدي أبو المجد أنه عازم على استعادة اللقب بعدما قدمت كتيبة الكوماندوز مستوى مميز بتحقيق 8 انتصارات وخسارة وحيدة برميات الترجيح خلال المرحلة الثانية، كما تمكن من الفوز على الغريم التقليدي الأهلي. ويمتلك فريق يد الزمالك أقوى خط هجوم في المرحلة الثانية من دور المحترفين مسجلاً 287 هدفاً، ويتبقى لكتيبة يد الزمالك 5 مباريات في المرحلة الثانية من الدوري أمام أندية سبورتينج والبنك الأهلي والأهلي وهليوبلس والجزيرة على الترتيب. وستقام هذه المباريات بعد فترة التوقف الدولي بسبب مشاركة منتخب اليد في دورة الألعاب الإفريقية. ويتسلح فريق يد الزمالك بخبرات النجوم الكبار على رأسهم أحمد الأحمر ومحمود خليل فلفل وأكرم يسري وعمر بكار ومودي، بالإضافة للعناصر الشباب والصفقات الجديدة على رأسهم عمر الفولي وعبد الله أمام وأحمد سامح وأحمد مجدي. وأصبح فريق الزمالك على بعد خطوات من التأهل إلى المرحلة الأخيرة من دور المحترفين، حيث يصعد أول وثاني المرحلة الثانية إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب، والتي تقام بنظام Best of 3 لتحديد البطل في شهر مايو المقبل. ويمتلك فريق يد الزمالك رصيداً كبيراً من البطولات والإنجازات، فهو صاحب النصيب الأكبر من الألقاب داخل القلعة البيضاء ب 75 بطولة، منها الدوري المصري 20 مرة وكأس مصر 16 مرة، رقم قياسي، وكأس السوبر المحلي 7 مرات ودوري أبطال إفريقيا 12 مرة وكأس الكؤوس الإفريقية 7 مرات وكأس السوبر الإفريقي 7 مرات والبطولة العربية 1 والسوبر المصري بمختلف مسمياته 6 مرات وكأس التفوق 3 مرات فضلاً عن البطولة العربية وكأس التفوق المصري وغيرها من البطولات. تبقى كتيبة كوماندو زياد الزمالك دائماً مصدر السعادة في قلعة البطولات، وتبحث عن مزيد من الإنجازات والألقاب والصعود لمنصات التتويج، فهم حقاً ملوك الصالات.